مش كل بقعة بيضة بهاء. امال ايه البقعة البيضة التانية؟ في عندنا حاجة مشهورة جدا 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 اسمها التينيا الملونة. التينيا الملونة بتظهر ساعات عند الناس بشكل بقعة بيضة او بقعة حمراء او بقعة بني. التينيا الملونة دي بتيجي للناس النضاف، الناس اللي هم بياخدوا شاور كتير، الناس اللي هم بيتبلوا كتير، او الناس اللي بيعرقوا كتير. وتبقى شيء متكرر وبتظهر بشكل بقعة وبتبقى ليها حاجه زي اكتف ايدج كده، لو شفناها نلاقيها الحواف بتاعتها بتبقى ناشطه شويه. وده علاجها، بنوصي المريض ان هو دايما ينشف نفسه كويس قوي، وبياخد حاجه مضاده للفطريات، حاجات مشهوره، وبيستعمل حاجات موضعيه مضاده للفطريات. ممكن يستعمل شامبو من الشامبوهات المضاده للقشره، ياخد بيها شاور مرتين في الاسبوع، بتساعده جدا انها تخف، وبتبقى طبعا غير مقلقه نهائيا. تمام. من اشهر برضو البقع البيضة التانية اللي يوميا عندي في العيادة اطفال عندهم دي واهاليهم شاكين انها بهاء، حاجة اسمها بتريس البا او النخالة البيضاء. ايه النخالة البيضاء؟ ايه النخالة البيضاء دي؟ لما تلاقي الطفل مثلا عنده في خده حتة كده مبيضة شوية وتبقى خشنة سنة، بيقلقوا بيفكروا انها بهاء وبيقولوا لنا جالي. الحالة دي نوع من انواع الاكزيما، وبتيجي للاطفال اللي جلدهم جاف، وفي الغالب بيكونوا بينزلوا بقى حمام سباحه كتير وبتعرضوا لكلور كتير وبيجفف الجلد بزياده وبيديني البقع البيضاء دي. يعني دي هنشوفها في الفتره الحاليه، عشان دلوقتي جداً. اغلبيه الاطفال اخذت اجازات، راحوا النوادي، سافروا، الكلام ده كله ممكن نلاقيه منتشر. بالظبط، دي بيبقى علاجها. دي معديه يا دكتور؟ لا، دي غير معديه. غير معديه. غير معديه. النخاله البيضاء غير معديه، وما لهاش بقى علاقه بالديدان زي ما بيقولوا، وما لهاش علاقه بالكلام ده كله. هي لها علاقه ان الجلد جاف بزياده. في الحاله دي احنا بنوصيهم ان هم يرطبوا جلدهم جامد قوي، ما يقعدوش في البسين كتير، الكلور كتير، يقعدوا شويه، وبعد ما يخرجوا لازم ياخدوا شاور بميه عاديه، ويحطوا دايما كريمات الترطيب. في برضه بقع بيضه بتبقى مشهوره عندنا بيسموها بوست انفلاماتوري هايبوبيجمنتيشن. بمعنى ايه؟ لما الجلد بيلتهب في مكان ممكن يسيب بعد منه بقعه بيضه. بعض الناس اللي بتعرضهم لحروق ممكن الجزء ده يبان باللون الابيض بعديها بشويه، او جروح. برافو، كنت اقول كده. او الجروح يسيب بعديها زي سكار او علامه بتبان باللون الابيض، وبعد شويه ممكن ايه، ممكن تتغير. دي كانت اشهر البقع البيضه عندنا.